بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، نجدد لكم التحية من جديد ضمن هذه الانطلاقات الجميلة والمستمرة، متواجدين وياكم على أرضية هذا الميدان، متابعين أحداثيات والتحديات أيضا هذه الانطلاقات لسن أيضا مميز وسن السرعة مباشرة مع المركز الأول. مقدمة هذا الشوط الشهني ناصر بن حمد الوهيبي في المركز الأول، المركز الثاني ثاني المراكز والقدوم من علاج ياسر بن سالم الدويكي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث القدوم من الوسمية ناصر بن مسعود الدويكي على المركز الثالث. والمركز الرابع إعلان سليمان بن سالم الوهيبي على المركز الرابع. والمركز الخامس خامس المراكز الشهنية محمد بن حمد الوهيبي على خامس المراكز. هذه النتيجة الخمسة المراكز الأولى المنطلقة، هذه نتيجتنا. وأعود إلى الصدارة هذا الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة مع الشهنية ناصر بن حمد الوهيبي المنطلق في هذه اللحظات بانطلاقاتنا وتحدياتنا الجميلة المستمرة هنا، والتنافس أيضا الجميل وعلامة الجودة على رأس هذه الذلول المشاركة أيضا هناك منطلقة مع التحديات المميزة. المركز الثاني هنا الوصول من أيضا علاج ياسر بن سالم الدويكي على المركز الثاني. وما في المركز الثالث القادم الوسمية ناصر بن مسعود الدويكي المنطلق في هذه اللحظات وهذه التحديات الجميلة. يا سلام يا سلام، الله الله الله، انطلق الكل مع المركز الأول في مقدمة هذا الشوط والتحديات المثيرة الجميلة. يا سلام، لكن المركز الأول مقدمة هذا الشوط هنا مع الشهنية ناصر بن حمد الوهيبي ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول من الكايدة علي بن سالم الوهيبي على المركز الثاني. المركز الثالث شعار الدويكي، ولكن هنا الكايدة غادم الكايدة الشهنية في المركز الأول، ولكن الكايدة الشهنية ناصر بن حمد الوهيبي ينطلق مع الشهنية مع المركز الأول. يا سلام، التحديات المثيرة، لكن الكايدة الشهنية في مقدمة هذا الشوط والانطلاقات المميزة، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة وهذه التحديات الجميلة المميزة، لكن الشهنية ناصر بن حمد الوهيبي مشكور على المتابعة. بن غدير المركز الثاني، كانت هناك أيضا الكايدة علي بن سالم الوهيبي المركز الثالث، أيضا علاج ياسر بن سالم الدويكي، دقيقتين وخمسين هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. هانينا والناموس.